بيها في الفترة اللي فاتت، سعيد لكونها انها مش مجرد ظاهرة وما قدروش يحتفظوا بيها، هم قادرين يحتفظوا بالروح دي، قادرين يحتفظوا بالدوافع. اتصور ان هم يعني محسسين جماهير النادي بسعادة، يعني انا متأكد ان هي سعادة غامرة جدا جدا، ودي مسؤولية ملقاة على عاتقهم وعلى عاتق الجهاز الفني. في تيم وورك، في ناس بتشتغل بتكمل بعض، في جهاز فني وفي جهاز اداري وفي جهاز طبي، يعني احنا مجموعة عمل بتكمل بعض، لو حد اخل بواجباته اكيد الدنيا هتتأثر. يعني ده ما يمنعش ان انا اقول لك اه طبعا انه يعني الدكتور احمد عبد اللطيف اخصائي تأهيل اللياقة البدنية ومسؤول عن الاحمال، يعني اكيد له دور، الطبيب الفرقة له دور، الاداري له دور، تدعيمات. يعني اتصور انه مباراة الاسماعيلي اللي فاتت ليس لها علاقة بالقادم خالص، يعني فرقة الاسماعيلي انا في المباراة اللي فاتت لحد اخر 10 دقائق انا مش عايز اعمل تغيير، لان انا عندي احساس ان الاسماعيلي واحنا كسبانين 3 عندي احساس ان الاسماعيلي عنده القدرة انه يرجع في اي وقت، يعني فالاسماعيلي لازم تعمل حسابه، لكن في النهاية لازم تقدر قيمتك انت كمان كنادي وتحترم قدراتك وتقول ان انا يعني اصبحت في المركز الثاني. اذا الاهلي كسب الماتشين اللي متأجلين له فبيفترض ان هو يبقى في المركز الاول وتبقى انت في المركز الثاني، حتى لو الفرق اللي معاك كسبت ماتشاتها كلها اللي هي ممكن تكون متأخرة عنك، يعني واعتقدش ان في حد متأخر قريب منك، يعني فانت غالبا في المركز الثاني النهاردة، مركز يدي الولاد احساس بان التارجت لازم يتغير وان الهدف لازم يتغير، وفي الوقت نفسه التارجت ده لما يتغير انت محتاج لنفس طويل قوي، محتاج لكل اللعيبه تبقى جاهزه، فالموضوع مش 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 سهل، انما هنسعى ليه. كابتن طلعت اخيرا هيكون محتاج تدعيمات؟ اه ان شاء الله، مش يعني نتكلم في